كل التوفيق إن شاء الله للفريق الهلالي في الوصول إلى نهائي دوري أبطال آسيا عبر بوابة بيروزي الإيراني. أبو عبد الله، الهلال في مباراة الذهاب كسب بيروزي بأربعة أهداف دون مقابل، بنسبة كم حظوظ الهلال في الوصول للمباراة النهائية؟ والله 90% تقريبا، نتيجة مريحة جدا لفريق الهلال. انت تعرف يعني الفوارق الفنيه برضه واضحه بين الفريقين بصراحه، فانا حطيت 10% بس كذا، لانه كره قدم دائما اقول كره دواره ما لها امان. صحيح. بس النتيجه مريحه جدا، واللي يطمن اكثر هو التركيز اللي يعيش الفريق الهلالي. يعني حتى الاتحاد السعودي برضه بادر مبادره جميله جدا بانه اجل مباراه الرائد، واعطاهم اعطى الفريق الهلالي مساحه من الراحه والاستعداد والتركيز، خصوصا انه فيه اكثر من لاعب في المنتخب لعب مباراتين، تعرف مع المنتخب في غضون يعني ايام قصيره جدا. فلذلك خطوه الاتحاد السعودي من ضمن الامور الايجابيه اللي تخلينا نقول متفائلين بان الهلال بيكون يعني بهذه المباراه مركز بشكل كبير. صحيح يفتقد الى لاعبين، لكن ما اعتقد انه نواف العابد وعبد الله عطيف حيكونون مؤثرين بشكل قوي على الفريق الهلالي، لان البديل في الفريق الهلالي حتى لو ما قارناه بنواف وعبد الله لكن يقدمون اداء جيد، فريق جماعي. الهلال الان يعيش وضعيه بالنسبه لي جيده جدا من ناحيه ايش؟ التركيز الكبير جدا على هذه البطوله. جميل. عيسى الجوكم، المباراه القادمه للفريق الهلالي مباراه الاياب، ابو عبد الله يقول